نحن سوف نقاوم هذا النظام الفاشي الذي يضع ناس على عيش وعلى قدر المسؤولية في هذا المنصب الرفيع. مصر أم الثقافة، مصر هي الثقافة عينها. سوف ندافع عن الثقافة المصرية وعن الأدباء المصريين وعن فن الباليه وعن كل ما يتمتع به الشعب المصري من حضارة، سوف ندافع عنه إلى آخر الوقت. نحن نلتقي، سوف نلتقي جميعا في 30 يونيو، هنلتقي جميعا في 30 يونيو لإزالة هذا العفن، هذا العفن الذي سيطر على مصر سوف نزيله إن شاء الله. موعدنا 30 يونيو، وأنا بشكر المعارضين اللي بيتكلموا كلام لا يليق إطلاقا. تحيا يفيد ويوفي الدين.